الجزيرة لمنبر لو سات تي في على تلبية دعوة الإطار كإطار معطل تنسيقية جهاز فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين فرع فاس. نندد أعلى الصوت ونستنكر هاد السياسات الطبقية اللي كتنفذها حكومة عبد العزيز أخنوش في الشعب المغربي، هجومات تلو الهجومات على الطبقة الكادحة، بدات بزيادات في الأسعار واستمرات الحرمان مئات الآلاف من الأطر المعطلة من اجتياز مبارة التعليم اللي بالعقدة. بالرغم من المؤاخذات اللي عليها إلا أن العصابة الحاكمة تتفنن في تجويع الشعب المغربي. منتخبون متابعون في جرائم الأموال وملفاتهم مطروحة على طاولة القضاء، يسيرون أمورنا ويدبرون شؤوننا المحلية والوطنية، ينهبون بالليل والنهار لا حسيب ولا رقيب، بينما أبناء الشعب الصيغة اللي كيتعاملوا معهم هو الحصار، هو القمع، هو اللكمات، هو الركل، هو الرفس، هو الضرب بشتى الأنواع. هاد المجالس اللي في بالمناسبة بوز كافي غدير مجلس جهاز فاس مكناس غادي تخلي فيه 20 مليون 30 مليون، نفس الشيء في جامعة فاس. واش ما كاين اللي شي واحد يسأل هاد الناس على هاد الميزانيات اللي كتنهب؟ حنا كإطار معطل ننصفط في وجه هاد الواقع المزري ونطالب بالحق في الانتماء للوطن أولا، بأن المغرب ليس في ملكية أحد، بينما هو ملكية لجميع المغاربة دون تمييز، لأن المغاربة كلهم عندهم الحق في الشعب المغربي. منتخبون متابعون في جرائم الأموال وملفاتهم مطروحة على طاولة القضاء، يسيرون أمورنا ويدبرون شؤوننا المحلية والوطنية، ينهبون بالليل والنهار لا حسيب ولا رقيب، بينما أبناء الشعب الصيغة اللي كيتعاملوا معهم هو الحصار، هو القمع، هو اللكمات، هو الركل، هو الرفس، هو الضرب بشتى الأنواع. هاد المجالس اللي في بالمناسبة بوز كافي غدير مجلس جهاز فاس مكناس غادي تخلي فيه 20 مليون 30 مليون، نفس الشيء في جامعة فاس. واش ما كاين اللي شي واحد يسأل هاد الناس على هاد الميزانيات اللي كتنهب؟ حنا كإطار معطل ننصفط في وجه هاد الواقع المزري ونطالب بالحق في الانتماء للوطن أولا، بأن المغرب ليس في ملكية أحد، بينما هو ملكية لجميع المغاربة دون تمييز، لأن المغاربة كلهم عندهم الحق في بلادهم، حقهم يقراو، من حقهم في التغذية، حقهم في العمل، حقهم في الشغل. ما يمكنش أن الثروة الوطنية تبقى على حكر على واحد الفئة معينة وإخصاء ملايين من البشر. مؤخرا كنتفاجئوا على أن الملك ينصب العجوز الحبيب الملكي على رأس ما يسمى بمجلس التربية والتكوين. ما يمكنش أنا كإطار معطل كتقصيني بدعوة السن ديال 30 سنة أنني أصبحت غير قادر على الإنتاج، وجيت نصب واحد على رأس اللي غيوضع لنا السياسة التعليمية وغيوضع لنا الخطوط العريضة ديالها، بينو غدا ولا بعدو ولا هاد العشية نتواجدو بالوفاس ديالو. يعني هاد الناس أي منطق يحتكمون له؟ حكومة عبد العزيز أخنوش ورئيس الحكومة كيوصف معطل بأن من داخل التنسيقية ديال فاس مكناس لحملة شهادات المعطلين فرع فاس. كيف ما كيعرف الجميع أننا خرجنا كنجسدوا هذه الوقفة أمام ولاية الجهة، لكن يعني كنتفاجئوا بهذا التدخل ديال القمع بهذا الأسلوب هذا اللي يعني اللي في كان فيه الضرب وكان فيه الشذب، كان فيه مجموعة من الأساليب اللي هي مرفوضة في الأصل. كيف ما كيعرف الجميع أن خرجنا كذلك من أجل الكرامة، وخرجنا من أجل الحرية، وخرجنا كذلك من أجل العدالة الاجتماعية. حنا ما كنطالبوش شي حاجه اللي كتخالف القانون، كنطالبوا فقط اللي هو مطلب دستوري، مطلب كيكفلوا لنا الفصل 1 من 30 من الدستور المغربي، وهذا المطلب هذا اللي كتكفلوا بطبيعه الحال بشكل عام هي المواثيق الدوليه. خرجنا يعني كمعطلين كنطالبوا فقط بالادماج لاسلاك الوظيفه العموميه. ما يمكنش ان واحد قرا تطاب يعني في ناحيته في الدراسه، في ناحيته في التحصيل العلمي، ولكن كيلقى راسو يعني في اخر المطاف في الشارع. هذا غير منطقي وغير 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 عادل. لهذا كنحاولوا ما امكن نوصلوا الميساج ديالنا بجميع الطرق، كنحاولوا نقول للمسؤولين انهم اللي شادين بزمام من الامور يدخلوا ويحاولوا يشوفوا هذا الملف هذا، يلقاو له شي حل، لان ما يمكنش ان المعطل يبقى في هذه الفتره في هذه الوضعيه هذه صابر. ان الاغلبيه المعطلين هنايا اللي كيف ما كتلاحظي معايا فاتوا يعني 30 سنه وما عنده فين يمشيو، كان عندهم يعني امل واحد اللي هو الادماج في الاسلاك الوظيفه العموميه بخصوص الكونكور ديال التعليم، لكن جا واحد الوزير اللي هو يعني تجاوز ربما 70 سنه وخرج بواحد القرار اللي هو قرار مجحف اللي كيضمن فيه واحد الطبقه ولا واحد الشريحه من المجتمع، الطبقه اللي هي نخبه ديال المجتمع، لاننا ما كنحط الطبقه
هذه اللي فهمناها شكون اللي غادي يسير البلاد؟ اكيد البلاد راه ضروري خصها انسان اللي هو مثقف وخصها ان الاعتناء بالموارد البشريه، لان هذه الفئه هذه هي اللي كتزيد البلاد القدام وهي اللي كتطور المجتمع. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.